من الاول خالص انا الهدف بتاعي ان انا عايزه الحيوانات الناس تعرف انها حاجه مش لازم تكون مرفه عشان تتعامل مع حيوان، ومش لازم تكون انسان فاضي او تافه او معاك فلوس عشان تعرف تتعامل مع حيوانات. لا، دي ليها علاقه بانك انت انسان ودي كائنات موجوده معاك في المكان اللي انت عايش فيه، فليه ليه نعملها وحش او ليه يعني نتخلص منهم او كده. في عالم كبير جدا لو احنا ابتدينا نستكشفه هنستمتع بيه جدا. انا ندى عبد الله، مدربه حيوانات، عندي 28 سنه، انا احد مؤسسي بارت اكاديمي. بارت اكاديمي بتقدم خدمه تدريب البغبغانات. الموضوع من الاول هو هوايه، احنا بنحب الحيوانات جدا، وبعدين حولناه بقى مشروع. انا كنت شغاله في الاعلام، بعد ما خلصت دراسه في الاعلام اشتغلت 4 سنين في الاعلام، وكان في النص من تاني سنه الموضوع حصل بان البغبغانات بقت عندي في البيت، فلما اتعاملت معاهم اكتر وبقت في ناس عارفانا شويه وعايزين يدربوا بغبغاناتهم، فقررنا ان انا يعني هسيب الشغل بتاعي وهتفرغ للبغبغانات. بندرب البغبغانات على 3 مستويات من التدريب. المستوى الاولاني بنخلي البغبغان اليف، ينفع نشيله، ينفع نطبطب عليه، ينفع نندهله يطير ويجي لنا. المستوى الثاني بنعلمها العاب تريكس، ممكن نعمل نفسنا بنضرب بغبغان بالمسدس فيعمل نفسه ميت وتقلب على ظهره. المستوى الثالث بيبقى ليه علاقه شويه بالدكتور، بنخلي البغبغان يساعد الدكتور لما يكون عيان في ان هو يكشف عليه من غير عنف. يعني البغبغان لازم لما يروح للدكتور الدكتور يمسكه بحاجه علشان يعرف يكشف عليه، ودي حاجه بتخلي البغبغان يتنرفز جدا ويعض ويصرخ والدكتور بيتعور، ولما بيرجع البيت ما بيبقاش واثق في صاحبه تاني وبيفضل يعض هو كمان ويصرخ عنده. فاحنا بنخليه هو لوحده يسيب الدكتور يحط السماعات على جسمه عشان يسمع التنفس بتاعه، بنسيبه يخلي الدكتور يديله حقنه او يمسك ايده عشان يقصله ضوافره لوحده من غير اي حاجه غصب عنه يعني. وبنقدم كمان خدمه اقامه للبغبغانات، استضافه، لو حد مسافر عايز يسيب البغبغان عندنا بتاعه بيسيبه عندنا ولما بيرجع تاني بياخده. الو موضوع التدريب وازاي نغير السلوك او نعدل السلوك بتاع حيوان ما، يعني ده حاجه ملهاش دراسه علميه اكاديميه هنا في مصر، فدي حاجه احنا بنفتقدها هنا يعني في مصر، لكن احنا الانترنت فتح كل حاجه على بعض، بقينا بنعرف نراسل الجامعات دي، بقينا نعرف نشوف المناهج بتاعتهم، بقينا نعرف نكلم المدربين اللي بيدرسوا هناك او اللي اتخرجوا بالفعل او الدكاتره اللي بتدي محاضرات، فدي الطريقه اللي احنا بنتعلم بيها دلوقتي. البغبغانات هي حاجه قليله في يعني المجتمع بتاعها اللي بيهتم بيها قليل في مصر شويه، فدي حاجه من يعني كبرت معانا شويه ان احنا ساهمنا في ان الناس اكتر تعرف تهتم بيهم، ناس اكتر يعرفوا يعاملوهم كويس، يعرفوا يستمتعوا بيهم، فدي حاجه بتكمل اللي انا كنت بعمله من وانا صغيره.